متابعين اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد متواجدين فيه في مزرعه عنب سراج الدين بمحافظه الشرقيه. هيكون معانا في الجوله المهندس محمد صلاح، هو مسؤول المزرعه، هيكلمنا عن تفاصيل اكتر. يا باشمهندس احنا بنرحب بيك على اليوم السابع. اهلا وسهلا. حابين حضرتك في الاول تكلمنا، سمعنا ان محصول العنب تاثر بالتغيرات المناخيه الفتره اللي فاتت. فعلا كلام ممكن نعلي الصوت شويه؟ كلام مظبوط، بس تاثير مش كتير قوي، مش كبير قوي بالنسبه للمزارع اللي هي بتخدم وبتأدي تسميد ومعاملات زراعيه بشكل كويس. المحصول مش هيتاثر كتير عن الناس طبعا اللي هي ما بتقدمش خدمه وما بتقدمش احتياجات المحصول بشكل كويس. طيب كلمنا بقى عن اصناف العنب. احنا عندنا في المزرعه هنا اصناف مبكره، ده بيطلع في بدايه شهر 5 او في نص شهر 5 اللي هو البرايم، وده صنف ابيض، وعندنا اصناف طبعا تانية في قطاع تاني فليم، وعندنا سبيريور، وعندنا الصنف اللي احنا واقفين فيه حاليا ده كريمسون، ده متاخر شويه يعني ده كمان شهر بالكتير هيكون جاهز. وطبعا زي ما حضرتك شايفه الانتاج بتاعه كويس جدا الحمد لله. نقدر نسال بقى الكيلو بيتباع بكام؟ لا ما اعرفش، حسب السوق بقى. حسب السوق. تمام. لكن لسه حاليا هو قدامه شهر على بال ما لسه. تمام. طب حضرتك كلمنا بقى، يعني العنب محصول يعني في صعب، بيحتاج خدمه كتير. هو بيحتاج بس معاملاته لازم تبقى في اوقات معينه، كل عملياته لازم تتم بشكل مرتب وبشكل منظم عشان ناخد المحصول والجودة الكويسة. احنا بنهتم اولا بالكواليتي بتاعة المحصول، لازم يكون العنقود شكله كويس، الكواليتي بتاعته كويسة، حتى لو هيتصدر يبقى صالح للتصدير بشكل كويس، خالي من المبيدات، العناصر اللي بتبقى ممكن تطلع في تحليل او اي حاجة زي كده، وجودة الحباية، الحباية تبقى تستحمل الشيلف لايف بتاعها تبقى عالي شوية بحيث انها تستحمل السفر وتستحمل التخزين. الجني بقى او الجمع بتستعينوا بناس عماله مدربه مثلا؟ هي عماله مدربه بنجيبها ساعه جمع المحصول. دي طبعا بتختار شكل العنقود، لون العنقود، نسبه السكر في العنقود حسب ال تمام. حضرتك بقى مهندس زراعي، كلمنا عن فوائد العنب. والله هو العنب فوائده كتير جدا يعني طبعا مفيد للقلب جدا، مفيد للدورة الدموية، مفيد للمعدة بصفة عامة، اللي هو له فوائد كتير طبعا مش هنقدر نتكلم عليها كلها دلوقتي. تمام. طب باشمهندس محمد، الانتاج السنة دي اختلف عن العام الماضي ولا؟ والله هو في اختلاف بسيط جدا بس بشكل مرضي يعني مش مؤثر قوي. بتصدروا فين بقى؟ احنا بنصدر دول اوروبا ودول عربية وممكن روسيا كمان. من هنا من الشرقية؟ من الشرقية. تمام. بنرحب بحضرتك المهندس اشرف حجازي على اليوم السابع، وما شاء الله ربنا يبارك لك. احنا شايفين العنب ما شاء الله حاجة يعني محترمة، واكيد كان في خدمة اتعملت كويس عشان نشوف المحصول بالانتاج الجيد ده. وحضرتك ما شاء الله صاحب المزرعة، كلمنا بقى يعني انت بتحب تزرع عنب كل يعني قصدي العنب ده اعتقد هو محصول او ثمار على طول يعني دائم. دائم من المحاصيل الدائمة. احنا زرعنا طبعا كان الاول الارض غمر وما فقلنا نطور الارض الزراعيه وشلنا الاشجار اللي هي القديمه وكانت بتشرب غمر، فقلنا بقى نعمل الزراعات الحديثه واللي هي التنقيط، بنوفر في الميه والاسمده. قريب التنقيط. قريب التنقيط، بنوفر في الاسمده وفي الميه وفي كل حاجه، الله يكتب التوفير، كل حاجه في بنوفر فيها وانتاجيه عاليه ويعني الحمد لله يعني على قد. مجدي العنب لو يعني في لو خد يعني الخدمه اللي هو بياخدها بيجيب مثلا حصيله قدها؟ ان شاء الله الحمد لله بنصرف وبنحط طبعا الخدمه المطلوبه عشان ربنا يرزقنا، فبنحط الاسمده المطلوبه وربنا بيعوض علينا. اسعاره بقى عامله ايه؟ لا الحمد لله السنه دي اسعاره كويسه والانتاجيه الحمد لله كويسه. تتراوح من كام لكام مثلا الاسعار؟ الاسعار من 10 ل 12 جنيه. تمام. بتصدروا فين بقى يا فندم؟
احنا في التصدير بقى بنعمل معاملات غير اللي هو السوق المحلي. اه تمام. عشان طبعا لازم تاخد الشهادة ان انت ما تحطش الادوية او الرش اللي هو غير مناسب، فبنحط الرش اللي عشان ياخد، بناخد طبعا شهادة ونصدر الدور الاوروبية. اه تمام. اه نودي الدور الاوروبية او الاسيوية او وسوق محلي، ساعات بنودي سوق محلي برضه. تمام.